must and must. كيف سيعمل هؤلاء؟ كيف سيعمل هؤلاء من أجل مصر؟ مصر التي قالوا عنها طز، أو كيف سيكون العمل من أجل شباب مصر؟ الإخوان، الإخوان، وأقولها، ممكن أن يتنازلوا عن أرضنا في سيناء من أجل تحقيق مصالحهم على حساب الوطن. لقد قاتلت وأسقطت الطائرات مع جيش مصر العظيم لكي نستعيد سيناء ونحررها. لم تضحي عائلاتنا، لم تضحي أسرنا، لم تضحي بلدنا، لم تضحي عائلاتنا بدماء أبنائهم لكي يترك الإخوان أرضنا لغيرنا. الإخوان يميزون بين الشاب والشابة، الإخوان يفرقون بين المصري المسلم والمصري المسيحي، الإخوان، الإخوان دقيقة واحدة يا فندم، لو سمحت لي، لو سمحتوا لي، لو سمحتوا لي عشان الرسالة تصل لنا جميعا. الإخوان اقتحموا سجون مصر وقت الثورة، بالتعاون مع قوى خارجية، وأطلقوا منها المجرمين والبلطجية ليتمكنوا من سرقة ثروتكم. هذا ليس كلامي، بل نصوص وحوارات وتحقيقات أدلى بها الهاربون في الصحف المصرية، بإيدهم، بإيدهم، بلسانهم في الصحف المصرية. هؤلاء هم الذين قتلوا إخواننا، زملائكم وأبنائنا، رحمهم الله، ولكل شهداء مصر التقدير والعرفان والرحمة. مرشح الإخوان، مرشح الإخوان يقول أنه مرشح الثورة، لم يكن أبدا مرشحا للثورة، بل هو يتاجر باسم ثوراتكم كما تاجر باسم الدين. مرشح الإخوان يدعي أنه ابن الثورة، ثورتكم منه براء، تركوكم ولم يساندوكم، تفرغوا، استناني لو سمحت، تركوكم ولم يساندوكم، تفرغوا لحصد مقاعد البرلمان ونجحوا. كم شابا خسر الانتخابات بسبب طمع وجشع الإخوان؟ شاباتي وشباب مصر، أتابع بشغف قدرتكم الفذة على التعبير في صفحات الإنترنت، أقرأ صفحاتكم في الفيسبوك وعلى مواقع التويتر. أتعهد لكم بضمان حرية الإنترنت، سوف تظل صفحات الإنترنت ساحة للحوار الحر المسموع. سننمي صناعة الاتصالات والمعلومات، سندعم البنية التحتية لكي تؤسسوا شركاتكم على الانترنت، وانا اشجعها. لن نضيق عليكم بالتهم، لن نفرض الوصاية عليكم باي حال من الاحوال، كما انني مطلع على ما تقومون به في مختلف الجمعيات والانشطة الآلية. ان الجهد التطوعي والخيري الذي يقوم به الشباب في جمعيات مثل رسالة وغيرها
هو عمل يستحق التقدير والمساندة والتشجيع، ولن يتعرض لأي مضايقات أو قيود من أي جهة كانت. إن تعهدي بإقرار الأمن سوف يكون سياجا لإعادة الروح للملاعب. ستعود مباريات الدوري، سنشجع إقامة مسابقات إضافية، سوف نشجع إقامة مسابقات إضافية لاستيعاب طاقاتنا الشابة. إن فيكم نجوما مختفين لا يقلون أهمية عن محمود الخطيب وحسن شحاتة وبوتريكا وباغات وجد وشكالا. فجروا مواهبكم، اكشفوا عنها. سأرعى بنفسي روابط تشجيع المنتخب القومي. أتفهم القيم التي تؤمن بها روابط الألتراس المختلفة، ألتراس الأهلي، الوايت نايتس، التحداوي وغيرها. سنراعي الأبعاد الأمنية في الملاعب لكي نمنع وقوع كارثة مثل تلك التي حدثت في بورسعيد. أتعهد أمامكم الآن بأن يعامل أبناؤنا ضحايا بورسعيد معاملة الشهداء. تعهدت بأن أبني فورا مجرد نموذج 100 مركز للشباب نموذجي على أحدث طراز في العالم لمجرد النموذج، وأتعهد بأن أبني مثيله كمركز الشباب في كل قرية مصرية بإذن الله. سأدعم النشاط الثقافي الشعبي والمشروعات الثقافية للشباب على شاكلة ساقية الصاوي وغيرها. وستقدم الحكومة مزيد من التمويل لقصور الثقافة في المحافظات. سندعم المواهب الشابة. اكتبوا، غنوا، ارسموا، اسعدوا لنع الشعب سعيد. واعتقد اننا نستحق ذلك. اشكر الله انه منحنا هذا الوطن، منحنا مصر العظيمة. تمعنوا في كتبه السماوية بدون تطرف، وأكررها، تمعنوا، فنحن شعب متدين، مسلمه متدين ومسيحه متدين. تمعنوا في كتبه السماوية دون تطرف. أنا أحمد الله لأني أنتمي لبلد أنتم تصنعون مجدا. أنتم ثروة مصر الحقيقية. لن يغفر الله لنا إذا أهدرناكم. لن يسامحنا التاريخ إذا لم ننصت إليكم. لن يوفق الله أولئك الذين يريدون توظيفكم وقودا لجماعتهم الخربة. وفقنا الله. وأتعهد أمامكم في كلمة نهائية أن تعود السعادة لتغلف بيوتنا. كفانا نحسا، كفانا شؤما، كفانا تعبا، نستحق أن نعيش. ألتزم أمامكم، بل أقسم على أن أنفذ ما وعدت به حرفا حرفا. وأستطيع أن أجزم أنني ورجال مصر قادرين على أن نحقق كل ما أثرته في ورقتي أمامكم. أشكر لحضراتكم وأعيد تكرار امتناني وتقديري على هذا الجمع الأكثر من المتميز، الذي وإن سعدت به فلأنه بالدرجة الأولى الممثل الحقيقي لشعب مصر بكامله، فأشعر أنني أمام مصر أتحدث إليه.